صناديق ومساندات حكومية تم الإعلان عنها لدعم المتضررين اقتصاديا من تداعيات جائحة كورونا، لكن ما يدور على أرض الواقع في أزقة الأحياء العربية مختلفا كليا، حيث المطبات البيروقراطية وغياب خطوط الدعم من قبل مكاتب الرفاه والعمل في وجه العرب أدت إلى عزوف العائلات العربية المصنفة تحت خط الفقر عنهم، ما دفع جمعيات محلية عديدة وأحدهم جمعية المعرفة في نحف بسد الفراغات إلى حد أدنى. أنا ب17/12 طلعت خوفش محلا وبعدها خلصته توجهت لبتوح لأمي، كانت كثير صعوبات إنه نصل نعبي نماذج عن طريق المحاشيف وأنا فيش عندي محاشيف، يعني كثير كانت صعوبات وحاولنا نصل للناس اللي تقدر تساعدنا بالموضوع، كمان لقينا صعوبات كثيرة، يعني بقولونا روحوا فوتوا على الهاي وعبوا نماذج. أنا من النوع الناس اللي بعرف الشقرة، حاولنا يعني شو زي كل أي عربي بيطلع على البيئة بيجيب شغلات كثيرة، يتأقلم بالوجع، يعني إنه حتى لو توجهت للسلطات ما في أي رد، ما في أي مساعدة. قررنا اليوم إنه إحنا كمان بكل فترة الكورونا إنه نتواصل معهم عن طريق الإنترنت والسوشيال ميديا، الفيسبوك، الواتساب، وهيك قدرنا عن جد نعطي جمهورنا الخدمة اللي لازم إحنا نوصله إياها بالحقل، لكن ما كنا نقدر نوصل إياها بالحقل، كنا برضو معه لكن عن طريق السوشيال ميديا. وعلى محور موازي تقف نقابة العمال أمام المكاتب الحكومية تدفع نحو أقل ضرر للموظفين المحصنين وفقا لتعاقداتهم مع أماكن العمل، وعندما طرحت قضية عمال المقاولين الغير مصنفين من ضمن تلك الفئة كانت الإجابة توحي إلى المصير المجهول. إذا بدنا نعمل المقارنة بين القطاع العام والقطاع الخاص، القطاع العام هي فئات وشرائح عمالية اللي تم دمجهن وربطهن في نقابات العمال العامة اللي ممكن تحميهن من أي محاولات استغلال أو درء الأضرار عنهن في كل التعامل مع قضية البطالة وقضية الإجازات والحقوق، ولكن اللي موجودين في القطاع الخاص وللأسف هن شرائح مستضعفة وهن الأكثر عرضة للضرر الأكبر. شرائح اجتماعية من القطبين القوميين في البلاد بدأت تشعر بحجم الكارثة الاقتصادية القادمة، ما دفع مجموعات عدة بتنظيم أنفسهم تحت راية سوداء شوهدت أمس في ميدان ربين، ما قد يوحي إلى حقبة تكون الاحتجاجات فيها سيدة الموقف.